السلام عليكم. اليوم شيوات نادية الفاسية ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد الحريشات اللي غادي يكونوا بخيزو. ديما كنجيو كنجيب لكم الجديد. معنا درت لكم الحريشه ديال الفران، راه سرحات وبداو كيديروها القنوات، كيلقاو غير الواجد. ايوا اش غنقول، اللي شاف شي يقول الله يستر. المهم غادي نبداو على بركه الله. عندنا هنايا معلقه كبيره ديال الزبده لينه على درجه الحراره المطبخ، عندي هنايا معلقه كبيره ديال السكر سنيده، عندي كذلك هنا الملح معلقه صغيره، عندي هنا 3 المعالق ديال الزيت كبار، عندي هنا معلقه صغيره عامره ديال الخميره الفوريه اللي غادي ندير لها واحد شويه ديال الماء سخون على ما نسالي المقادير، تكون شي شويه سلقات. عندي هنايا خنيشه ديال الفاني، وعندي كذلك الخميره الكيماويه اللي هي تا هي معلقه صغيره. عندي 300 غرام ديال الدقيق، لا ديال الفيل السميده اللي انا كنقول لكم كندير السميده ديال الفينو اللي عندي. 300 غرام يعني هما 3 د الكيسان العنبه ديال الدقيق. عندي هنايا خيزويه محكوكه في الحكاكه الرقيقه هي هذه، حكيتها في هذه. دابا غادي نبداو على بركه الله. هنا غادي نقبض السميده ديالي، غادي نضيفها هنا، غادي نضيف عليها هاد النواشف اللي هي الملحه، اللي غادي ندير السكر والملحه هنايا، وغادي نضيف كذلك نخلط هاد النواشف، وغادي ندير فاني والخميره ديال الحلوه، نخلطوهم مزيان. هنا غادي نضيف ديك الزبده، غادي نكحز لكم باش تشوفوا مزيان. وغادي نضيف كذلك 3 المعالق ديال الزيت، غادي دائما كي كنقول لكم نرملوها. هانتوما الفينو، هذا فين بالنسبه للناس اللي هنايا، غادي نرملو مزيان ودخل ليا داك الزبده في داك السميده وكترمل هكذا. وغادي نحتاجو كذلك الماء دافي اللي غادي نجمعو به هذا الخليط، دافي اولا بارد على حسب، ما الا كان الصهد هي بارد، ولا كان هذا انا كنجمع الاكثريه غير بال يعني باش نقول لكم بالماء دافي عادي دروبيني، وحتى الا جمعتها بالحليب كنجمعها غير بالحليب بارد. هانتوما شفتوها كي رملتها. هنا غادي نضيف داك خيزو بعد ما رملت، عندك تقولوا نديرو كلشي في دقه عاد نقعدو نرملو، حتى كنرملو السميده عاد كنضيفو هاد خيزو. بالنسبه خيزو كيجي زوين وكتجي طريقه زوينه للدراري اللي ما كياكلوش خيزو، تدخليه لهم بهذه الطريقه والحريشه زوينه كتجي بزاف وشي حاجه جديده. هانتوما شفتوها لبستها كلها فيها. هنا غادي نضيف هذيك الخميره، وغادي نزيد الماء، غادي نجيبو الماء شبه بارد. تقريبا كتدخل لكم واحد
جوج كيسان د الماء هكذا. تعرفوا ان السميده كتشرب، خصنا نديرو الماء معقول فيها. صافي دابا غادي تشرب هادشي كامل هكا. خصها تجي دائما الخليط ديال الحاجه خصو يجي هكا. غادي نخليوها هنايا ترتاح واحد 10 ديال الدقائق. صافي على ما نوجد انا فين غادي نطيبها وغادي نلقاها واجده. بالنسبه للكيسان هادو، هذا الطول ديالو حد لهنا زائد الماء اللي درت ديال الكماله هذه بحال اللي درت الخميره، يعني كاس كبير عامر ديال 250 كيدخل لك هذا الماء. هانتوما دابا غادي نخليها هنايا غادي تشرب ليا واحد 10 ديال الدقائق على ما نوجد فين غادي نطيبها. صافي هنايا بعد ما خليتها 10 ديال الدقائق، جبت هنايا السميده اللي درت بها الخليط. هذه البلا درتها كتسخن اولا المقله فوق البوطه، ماشي مشكل. غادي نقبض واحد الحفنه، هانتوما شفتوا بحال هكا راه مازال رطبه. غادي نقبضها، غادي نكورها هكذا بيدي وغادي نديرها في السميده نحرب لها هكذا. مباشره فوق نضغط عليها. إلا جاتكم شوية غليظة ضغطوا عليها هكذا هاد الحجم هكا. كذلك غادي نزيدكم واحدة أخرى. انا راني كنديرها هكذا باش نديرها قبيبره شي شويه. هانتوما شفتوا وغادي نبقى كنتبع نفس الطريقه كاملين حتى نوجد واحد الكميه. تبارك الله هاد 300 غرام راه كتحط مع زائد خيزويا راه كتحط الكميه كثيره، يعني مقادير مبسطه. غادي نحاول انني نقلب، هانتوما شفتوا نحاول انني نقرب ليكم. وكتجي هشيشه البنات، هانتوما تبارك الله شحال اللي عطاتني هادو. وضروري مع مره كنقلبوهم باش كيتحمروا لنا على جوج جهات. هانتوما شفتوا بحال هكا. صافي هادو راهم تقريبا وجدوا. هادو عاد درتهم وكيوجدوا في الحين، يعني تقردوا ديرهم مع ضيوف الغفله، وفي نفس الوقت واحد الحريشات اللي زوينين كتقدموه مع العسل كيجيو لذاذ بزاف. انا غادي نهز هادو
لي طابو، هانتوما شتو روعه. وشوف السمك ديالهم وشوفوا لا كولور ديالهم كيفاش داير، يعني راهم طايبين وهشاش. فاش كنحطوا الحشره كتزيد الحراره ديالها كتزيد تصمتها. هانتوما صافي، غادي نكملهم حتى هادو بنفس الطريقة. وبالنسبة اللي ما عندوش يقدر يدير حتى هاد الغطايات هادو، هادو يغسلها مزيان ويخليها خاصة، واخا ما يكونوا لاصقين فيهم هادشي يدير لها سميدة بنفس الطريقة ويعمرها ويقلبها ويديرها طيب. واحد الخفه ما نعاود لكمش، خصكم تجربوها وغادي تردوا عليا في التعاليق تقولوا لي فعلا اختي ناديه خفيفه الحرشه ماشي بحال داك الثقيله. وبالخصوص هاد السميده انا غادي نوريكم البنات الخنشاء اللي كناخذ، لان بزاف ديال البنات اللي تيقولوا لي عارفك اختي ناديه بالنسبه للناس اللي ساكنين هنا في هولندا كيفاش السميده اللي كتشري شنو هي. انا بالنسبه لي انا اللي نجحت ليا كاينه سيمولي ديال اللي كتكون الخنشه بيضاء مكتوبه بالحمر، وكاي هذيك فينو كاع رقيق بزاف، وكاينه هذه اللي غادي نوري لكم دابا حتى نسالي هادشي ونوريها لكم في الفينال. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما كملتهم. راه لاباراي راني طافي عليه دابا، راه باقا سخونه باش غادي نقدمهم ان شاء الله. صافي كيجيو على هذا الشكل هكا، كنتمنى انهم يعجبكم وغادي نحل لكم دابا قدامكم باش غادي نرفقها. غادي نرفقها بالعسل وكتجي هشيشة، تقدروا تاكلوها حتى بالفرشيطة. هانتوما البنات من الداخل كي كتجي مديده بزاف البنات، والله حتى تجربوها وغادي تيقوني خطيره خطيره في المذاق، واحد النكهه خاصه. هانتوما شفتو انا بعدا كتحمقني. كنتمنى ان لا فيديو يعجبكم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء. هيا البنات راني نسيت حتى ساليت الفيديو هذا، عاد تفكرت انني قلت لكم غادي نوري لهم هي هذه الخنشه اللي كنشري.